فضيلة الشيخ رأفت حسين سيتلو علينا آيات من آيات الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. أحسنت اليوم.